أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دعاء ليلة النصف من شهر شعبان المبارك، جعلنا الله وإياكم من عباده السعداء المقبولين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ساعات في ليلة من أخطر ليالي حياتك كلها، بعد ساعات مع مغرب بكرة، مع مغرب السبت، من مغرب السبت لحد فجر الحد إن شاء الله، ليلة من أخطر ليالي حياتك كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض. الاطلاع ده مصطلح قضائي، يقول لك اطلع القاضي على القضية، يعني درس الورق كلمة كلمة. اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر للمؤمنين، اللهم اغفر لنا يا رب، ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا أثبته الشيخ الألباني رحمه الله: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك إنسان عنده فساد في العلاقة بالله، مشاحن إنسان عنده فساد في العلاقة بالناس. لحد إمتى؟ لحد إمتى هتفضل مقاطع أختك اللي بقالك سنة ما كلمتهاش؟ لحد إمتى هتفضل تشوف جارك على السلم طالع نازل، تبص يمين ويبص شمال؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى هتفضل معاملتك مع زوجتك بهذه القساوة وبهذا التجاهل وهذه العقوبة على حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ادانا قدوة ان احنا نتسامح في مواقف اكثر منها؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتبقى مكسل وهتعيش مكسل انك تصل ارحامك؟ لحد امتى هيبقى في خلافك بينك وبين فلان؟ خلاف موجود ما بتسلموش على بعض، والرسول عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم ان يأجر اخاه فوق ثلاث. حرام، حرام انك يهجر، ده يعني تقابله في الشارع ما تقوله السلام عليكم. فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. فمن هجر اخاه، لو في واحد بقالك ثلاث ايام انت وهو ما بتسلموش على بعض، لو انت مت تبقى من اهل، مش من اهل النار يعني ابدا والعياذ بالله، ولكن تمسك نار جهنم. فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. ليلة النصف من شعبان ليلة خطيرة، ليلة ربنا جايبها لنا قبل رمضان عشان ما ندخلش رمضان بالذنوب بتاعتنا، وجايبها لنا قبل رفع الأعمال في نهاية شعبان عشان ما تترفعش الصحيفة بالذنوب بتاعت السنة اللي فاتت. ليلة من إكرام الله،
ليلة من بركة رب العرش العظيم، ليلة من بر ربنا بينا وإحسان ربنا إلينا. اوعى تغفل عن ازاي تفوز بالليلة دي، ليلة النصف من شعبان. بتقولك لحد امتى؟ اول حاجة لحد امتى هتفضل غافل عن العرض على الله؟ الليلة دي نموذج مصغر للعرض على الله. ما الرسول بيقول ويدعو اهل الحقد بحقدهم. الحقد ده مش عمل من اعمال ايديك، ولا عمل من اعمال ودانك، ولا عمل من اعمال رجليك، والحقد ده عمل من اعمال النفسية. يعني ربنا بكرة هيطلع على نفسيتك. ليلة النصف من شعبان عند اهل مصر والدول اللي معاها من السبت بالليل، يعني من مغرب بكرة السبت، اول ما المغرب جدا تبدأ ليلة النصف من شعبان لحد الفجر. عند السعودية ودول تانية الحد من المغرب لحد الايه الحد بالليل، من اول اذان المغرب يوم الحد. طيب احنا نمشي على اهل مصر، يمشوا على وضع اهل مصر. اهل العراق يمشوا على وضع اهل العراق. اهل السعودية يمشوا على وضع اهل السعودية. يعني انت حتى لو انت مش مصري، انت راجل قاعد من اهل مصر، هتمشي على ترتيب اهل مصر. خلاص هتمشي على ترتيب اهل مصر في افطارهم لما هيفطروا في العيد الصغير، في صيامهم لما وزارة الاوقاف هتقول ان بكرة الصيام، هتمشي على وضع البلد اللي انت عايش فيها. يبقى احنا بالنسبة لنا في اهل مصر ليلة النصف من شعبان في اهل مصر، غدا السبت باذن الله. يعني ساعات بينك وبين اطلاع ربنا على قلبك، اطلاع اللي على قلبك، اطلاع اللي على نفسيتك. إلا اللي مشرك الشرك وتعلق القلب بغير الله، دي حاجة جوه القلب. يعني ربنا هيطلع على قلبك بكرة، ربنا هيرى ايه في قلبك، ربنا هيرى ايه جواك. قلبك متعلق بيه ولا لا، موقن بيه ولا شاكك في وجوده، مقبل عليه ولا مدبر عنه ومفتون بالدنيا عنه ومشاحن الشحناء. دي حاجة جوه النفسية. يعني ربنا هيطلع بكرة على نفسيتك. نفسيتك دي فيها ايه؟ فيها كبر، فيها انا، فيها عجب، فيها غرور، فيها حقد، فيها غل، فيها حسد، فيها ايه؟ نفسيتك دي فيها ايه؟ انت جاهز ان ربنا يطلع على قلبك وعلى نفسيتك؟ ليلة النصف من شعبان هي ليلة اطلاع الله على داخليتك، على جوانيتك، كما يقول سلمان الفارسي: من اصلح جوانيته اصلح الله برانيته. عليك من جوه ربنا، وبعدها بايام ترفع اعمال السنه اللي فاتت، فيبقى قلبك هيعرض واعمالك هتعرض. هو ده العرض على الله، هو ده العرض. مين فينا فاكر العرض على الله؟ ولكن في شعبان بيعرض سنه، بيعرض حصاد سنه، انما يوم القيامه انت بتعرض كلك، وبيتوقف على لقائك مع الله مصيرك. مش بناء على الميزان، الميزان ممكن تبقى سيئاتك اكتر من حسناتك، ولكن في العرض على الله ربنا يغفر لك. العرض على الله ده حياه يا جماعه. يقول ابو هريره في الزهد للامام احمد، يقول رضي الله عنه وارضاه: يدني الله المؤمن يوم القيامه. ربنا بيدني العبد يوم القيامه، فيدني عليه كنفه ويستره. ربنا يستره من الناس. يعني الحوار ده اللي هيحصل ده ما بين العبد وربه، ما فيش حد هيسمعه، الناس شايفه بس فلان ابن فلان. نعم هلم للعرض على الله، الناس شايفاك ولكن ما حدش سمع حاجه من اللي بينك وبين ربنا. ويدني عليه كنفه ويستره ويقول له: اقرا كتابك. يلا الكتاب بتاعك بقى اقراه. بعد ما تعاملت بالعدل على الميزان وعرفت حقيقة وزنك وحقيقة وزن أعمالك وعرفت حقيقة وزن حسناتك وسيئاتك، تعال بقى للمعاملة مع الله بقى. ممكن ربنا يعاملك بالفضل مش بالعدل، لأن لو البشر اتعاملوا بس بالميزان كلنا رحنا في داهية. لو ربنا يوم القيامة عاملنا بس ربنا بيعمل الميزان عشان يقول لك العدل، وبعد كده يدخلك تعرض عليه عشان الفضل بقى من الله. ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى ويجيرنا من النار جميعا يا رب، اللهم امين. فيقول له الله: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. فيمر بالحسنة، فهو بيقرأ كتابه كده، شوف العرض عشان تعرف ايه العرض ده، ايه اللي هيحصل في العرض عشان تعرف يوم القيامة 50,000 سنة ليه. فيمر بالحسنة. ده انا في يوم من الايام كنت حاضر بقى خطبة الجمعة، او بدي خطبة الجمعة، او صليت ركعتين اول ما دخلت المسجد، او صليت الفجر بتكبيرة الاحرام. فيبيض لها وجهه، العبد وشه ينور وينشرح بها صدره، يبقى عايز يطير من مكانه. حسنة. فيقول الله: فاني اعنتك عليها في الدنيا. هو انت كنت هتقدر تقوم ربع ساعة قبل الفجر من غير ما انا اللي صحيك؟
هو انت كنت تقدر تدرك تكبيرة الاحرام في الجماعة من غير ما انا اللعينك؟ فاني اعنتك عليها في الدنيا وانا اقبلها منك اليوم. فيخر لله ساجدا، يقوم العبد واقع ساجد لله. الناس اللي بره مش سامعين حاجة، شايفينه فجأة عمل ايه؟ سجد سجدة شكر. ماشي. ثم يقول الله اقرأ كتابك، اقرأ كمل. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه، يا دي المصيبة، بص على مقطع حرام على السوشيال ميديا، اختب حد، قفل سكة في وش حد من أرحامه، قاطع كل ورث أخته، واستغل إن أوراق العمارة اللي سابها أمه ولا أبوه في إيده هو وجبرها إن هي تدفع له، يدفع لها 30 40 ألف جنيه وتمضي له وخلاص، والورق معاه معاه، شوح لأمه وأبوه، وقام قافل الباب وخارج أي مكان بقى، بص حرام، سمع حرام، كان حرام. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه، يوم وشه يسود وينقبض لها صدره، ويجي له بقى اكتئاب، يجي له بانيك اتاك، يجي له نوبة هلع، وينقبض لها صدره. فيقول الله فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيخر لله ساجدا، يوم واقع ساجد. الناس اللي بره كلهم ايه؟ مستمعين حاجة، ولكن شايفينه كل شوية ايه؟ يسجد شكر. هو كل حسنة ربنا يقبلها يسجد، كل سيئة ربنا يغفرها يسجد. فيقول الناس طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. ما هو خلاص نجا، ربنا بقى دخله الجنة، فالناس شايفينه، الناس مش عارفة انه هذا يدخل الجنة رفع راسه. ما يدخلش الجنة يبقى ده كان عارف ان في يوم الايام سنة، وده كان عارف ان في يوم الايام خلاص قدام الناس رفع راسه. فيقول الناس طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين.